الشباب محور الفن ومنبع المواهب، وهو ما ظهر جليا في المشاركات الشبابية بالمناسبات العامة وحفلات السمر والشرح التي تشهدها محافظة لحج الزاخرة بالموارث الثقافية والفنية منذ القدم، وما زال شبابها يحافظ على هذا الموروث ويتغنى به ويتراقص عليه. أبناء الحوطة ولحق عامة مبدعين في الرقص، مبدعين في الشعر، مبدعين في الأدب، مبدعين في الغناء، مبدعين في كثير من الأشياء جميلة. إذن هذا إبداع، وهذه أشياء يعني موصوفة بها أبناء الحوطة خاصة وأبناء اللحق بشكل عام. نحن في الحوطة لازلنا يعني الشباب يقبلون على الأعراس وعلى الشرح الحاصل الآن في المحافظة، رغم الظروف الصعبة، رغم المعاناة، رغم لا زالت لحق ولادة، ولا زالت لحق في هذا هو الموروث الشعبي. الناس من كل مكان تتوافد في الشروح، والشباب من كل مكان، رغم الظروف الصعبة، رغم كل شيء، لكن لا زالت لحق ولادة، ولا زالت لحق في شبابها وجميع أنواع الرقصات داخل المحافظة. لما تحضر حفلات السمر والمخادر وهذا تلاقي القلب انشرح، الهموم تروح من الواحد، غير جو. يستمتع هؤلاء الشباب والأطفال بإبراز مواهبهم في الرقص بالحفلات الفنية، وهم يقدمون لوحة فنية راقصة فائقة الجمال، يتناوبون في الآداء على نغمات الأوتار بطريقة تمزج بين الماضي والحاضر وخفة متناغمة تنال إعجاب الحاضرين. السمر والشرح بلحق يعني هذه حاجات حلوة دائرة على مدى سنين. يسمروا إذا كانت المخدرة متلك يوم خميس، يوم الربوع يكون في شرح، ليلة الشرح يشترحوا ناس، يجوا شباب من جميع القرى إلى الحوطة، يقع شرح حامي وطيس، وكل واحد يبدع ما عنده. لحق معروفة أنها بلد الفن، ولحق بلد الفرح، ولحق بلد السعادة. لهذا كثير من الشباب يذهبوا إلى مثل هذه الحفلات الشرح، مثل المخادر هذه، لكي ينفوا عن أنفسهم، لكي يقضوا أوقات جميلة جدا. إضافة إلى ذلك لا ننسى أن اللحق يعني يوجد بها مواهب صغار بسن يغنوا وشاركوا على يعني الاحتفالات هذه والمخادر، نقدم طفل أو طفلين موهبة في المخادر يغنوا من قنية إلى قنتين بصوت جميل، أيام طابع الزمن الجميل اللحقي. لحق دائما تجدها مستمرة في الأعراس في كل أسبوع، وقبل المخدرة بيومين أو يوم تجد هناك يوم يسمى يوم الشرح. في يوم الشرح هذا يجتمع الأقارب والأهل والأصدقاء من كل مكان، ويجتمع في مكان واحد ويعملوا هذه الرقصات، رقصات الشرح التي تستمر إلى قرب منتصف الليل. حفلات السمر والشرح وما تشهده من حضور كبير للشباب من مختلف الأعمار للاستمتاع والمشاركة يؤكد أصالة وعراقة الفن اللحجي، ويجعل منها كأحد أبرز المحافظات اليمنية التي ما تزال محافظة على فنها وتراثها لتبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.